داخل مركبة كتب عليها سيارة الميلاد مزينة من الخارج والداخل بالزينة الخاصة بأعياد الميلاد، يلتقط الأطفال الصور التذكارية خلال مهرجان ويوم مفتوح خصص للأطفال وعائلاتهم في مركز السلام بمدينة بيت لحم، نظمته البلدية ضمن فعاليات أعياد الميلاد المجيدة. يوم مفتوح راح يكون من الساعة 12 ظهر للساعة 10 بالليل، راح يتضمن العديد من الفقرات الموسيقية الميلادية، وأيضا زي ما عم نشوف هناك العديد من الأكشاك اللي عم بيبيعوا منتجات الميلاد المختلفة، وراح يكون أيضا هناك مشاركة لمدينة كولون الألمانية، راح يكون في فقرة لمسرح ديار والعديد من المسرحيات الأخرى وورشات عمل خاصة للأطفال. فقرات متنوعة شملها هذا اليوم الممتد حتى العاشرة ليلا، بداية من الأكشاك التسويقية لمنتجات محلية غذائية وحلويات خاصة بالعيد، إضافة إلى قاعة خصصت للرسم وركن للتصوير وفقرات ترفيهية من المهرجين. جاي على مركز السلام بس عشان أرسم وألون وأخبر الناس أنه تحل السلام في بلدنا، وأرسل هاي رسالتي لكل العالم. إحنا فريق مهرجين وسانتا دائما بنروح حفلات ومهرجانات زي هيك عشان نبسط الأطفال، وخاصة في الأعياد لأنه الأجواء هذه الأيام هنا في فلسطين شوي صعبة عشان الأعياد، وإحنا قاعدين نبسط قد ما بنقدر، يعني نحط كل طاقتنا عشان نبسطهم وإن شاء الله يكونوا انبسطوا معنا يعني، ونكونوا في الأعياد يكونوا مبسوطين. وشهدت مدينة بيت لحم ذروة احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد في 24 من الشهر الجاري باستقبال غبطة البطريرك الآب الرسولي بيير باتاستا بيتسابالا. وبسبب تداعيات الإعلان الأمريكي الأخير ألغت بلدية بيت لحم بعض فعاليات الأعياد التي كانت مقررة لهذا العام واقتصرت على الوطنية والدينية منها. مساحة من الفرح ما زال يحتفظ بها أبناء شعبنا رغم الأوضاع السياسية الصعبة حاليا، ليبقى عيد الميلاد المجيد فرصة للمرح والسلام. لتلفزيون فلسطين حياة حمدان، بيت لحم.